قبل من الدراما. طب ايه اللي حضرتك بتتابعه دلوقتي من الدراما وحضرتك بيعجبك؟ الاختيار. ايه الاختيار؟ بحبه جدا لانه احنا محتاجين ده. محتاجين نحس بأبطالنا بتوع الجيش والشرطة بيعملوا إيه عشان إحنا نعيش. محتاجين ده فعلا. والله عارفة أنا دايما كنت بقول أتمنى إن الزكاة والمش عارف إيه والحاجات عشان رمضان، يعني أنا بفضل إن إيه أبناء شهداء الشرطة وأبناء شهداء الجيش يتعلموا مجانا في أرقى المدارس اللي موجودة، المدارس اللي مصاريفها غالية قوي دي الأجنبية. أي. كل مدرسة من دي ملزمة تعلم لي 10 من أبناء شهداء الشرطة وشهداء الجيش، يتعلموا مجانا لحد ما يطلعوا ويخشوا أرقى الجامعات. يعني حضرتك بتشوف ان احنا كنا محتاجين الاختيار؟ يا سلام، محتاجين ان احنا نصح الناس للوعي ده عشان يعرفوا دول بيعملوا ايه عشاننا. واعداء الحرية والطيور الظلام دول اللي بيستعملوا الدين في الاغراض السياسية واغراض بتاع، والناس اللي عمالة تموت دي وتضحي عشانك، احنا مش حاسين بده ونعمل حاجات مش عايز اقول اسامي. لا، انا محتاج لمليون حاجه زي الاختيار.